كرة إلى خارج أرضية الملعب. لاعب شاب من الشباب اللاعب حيدر ساري صاحب الهدف الجميل على يسار حارس المرمى علي طالب يعطي التقدم لفريق الميناء. تبر الكرة وبعد ذلك سدد الكرة بشكل ممتاز ورائع للغاية. محمد علي كريم كرة ملعوبة الآن لعباس رحيمة يعود لعلي نعمان وبعد ذلك الكرة الآن تمرير لأحمد جاسم. ضغط كان من الدقيقة الثامنة وصولا للدقيقة الحادية عشر الحصول على الكرات الثابتة. تحدث عن أربعة كرات ركنية كانت في دقيقة واحدة وبعد ذلك الضغط واضح كان ويأتي الهدف الأول بالنسبة لفريق نادي الميناء عن طريق اللاعب الشاب حيدر ساري. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب يشكو من إصابة الآن ولدينا خطأ أيضا لاعب محمد جبار الرباط ولدينا ضربة حرة مباشرة لفريق نادي الميناء. ميناء الذي حقق انتصارات خارج أرضه تحدث عن مباراة الكهرباء الفوز بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب الحاضر من خلال هذه المباراة كلود نكبة وأيضا حقق انتصار خارج أرضه بعد الفوز على القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. محمد جبار باط هدف وأيضا لدينا هدفين للاعب الذي يغيب عن المباراة علاء الصاصي لاعب اليمني. يوم ربما يكون انتصار ثالث خارج أرضه فريق الميناء ولدينا خطأ هنا المدرب غازي فهد ولدينا أيضا مساعد منير جابر كادر التدريبي برفقة مدرب اللياقة علي لفتة ومدرب الحراس صدام سلمان ومشرف الفريق كريم جاسم. كرة ملعوبة تصل كلود نكبة يحاول علي نعمان قطع للكرة لخارج أرضية الملعب. تحدثت عن انتصارات فريق الميناء خارج أرضه وأيضا على ملعبه حقق انتصارات على زاخو بهدفين مقابل هدف واحد. أحمد الصادق وأحمد الشرشاب على السليمانية بخمسة أهداف مقابل هدفين. ناصر طلاع سوبر هاتريك في تلك المباراة أربعة أهداف وهدف لمحمد جبار الرباط. كرة ملعوبة الآن لفريق الميناء الذي يحاول ولكن التسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الحارس علي طالب. التسديدة الماضية عن طريق اللاعب حميد ميدو اللاعب السوري. أحمد جاسم إرسال الكرة وأحمد الصادق إبعاد للكرة بعد ذلك علي عبد الدياب يحاول من خلال هذه الكرة الآن لمصلحة فريق الطلبة تبعد عن طريق اللاعب أحمد الصادق إلى خارج أرضية الملعب لرمي التماس لفريق الطلبة الذي يحاول أن يعود ويسجل هدف التعادل. حبيب مولى محمد الآن ترسل الكرة لعباس الحيمة بعد ذلك كرة داخل منطقة الجزاء ومحمد جبار الرباط يتابع هذه الكرة من أمام اللاعب أحمد سعيد اللاعب المصري. سجل في مرمى فريق الشرطة في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف. هنا محمد علي كريم لعلي عبد الدياب عباس الحيمة الآن الضغط الطلبة يحاول لمحمد علي كريم قطع للكرة الآن عن طريق اللاعب أنس جاسم كرة إلى خارج أرضية الملعب لرمية التماس. حكم المساعد القريب أيضا جهاد عطية حكم المساعد الأول. ترسل الكرة عالية وحارس المرمى كرار إبراهيم بحضور ممتاز في الكرة الماضية يبقى التقدم لفريق الميناء بهدف وصولا لهذه الدقيقة الدقيقة السابعة عشر من زمن الشوط الأول. هدف في الدقيقة الحادية عشر عن طريق اللاعب حيدر ساري. تلعب الكرة الآن خطيرة للطلبة خطيرة للطلبة الآن ولكن ترسل
بشكل خاطئ عن طريق اللاعب علي رشيد. علي رشيد كان ممكن أفضل مما كان في اللقطة الماضية، ولكن الكرة تصل لحارس المرمى. كرة عالية الآن أحمد جاسم، إبعاد دي الكرة عالية. حميد ميدو، كلود نكبة يحاول، تصل الكرة لعباس رحيمة، كرة لفريق الطلبة، عادت الكرة للخلف للاعب أحمد شاسب. أحمد بإرسال الكرة لعلي نعمان. علي كرة أمامية للاعب إيهاب، لاعب الذي انتقل لجهة اليسار، ولدينا الآن بجهة اليمين اللاعب علي عبد الدياب. في المقدم أحمد سعيد وأيضا علي رشيد. كرة ملعوبة الآن، حبيب ملا محمد، كرة لفريق الطلبة، تصل محمد علي كريم. علي عبد الدياب يحاول بكرة بجهة اليمين، قطع للكرة لخارج أرضية الملعب لرمي التماس، تماس للطلبة الآن. كرة ملعوبة لمحمد علي كريم، ترسل الكرة بشكل ممتاز لأحمد سعيد. أحمد يحاول والكرة تسقط وإلى رمي التماس بشكل سريع. فريق الطلبة يحاول الآن، كرة تعود إلى الخلف، محمد علي كريم بكرة عرضية، ولكن الإبعاد بضربة رأسية الآن عادت لعلي عبد الدياب. الآن الضغط من الطلبة، الضغط من الفريق المستضيف. حميد ميدو، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق الميناء. عدد من المباريات اليوم لدينا أيضا مباراة، تحدث عن مباراة الزوراء ونفط الجنوب، مباراة المصافي مع السليمانية، يوم غدا إن شاء الله لدينا مباراة الكهرباء مع القوة الجوية. كرة ملعوبة الآن، تصل لمصلحة اللاعب حيدر ساري، مقطوع الكرة. محمد جبار الرباط، كلود دكبة يحاول لحيدر ساري، محمد علي كريم، والكرة تترك إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. كرة إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى الآن لفريق الطلبة، ترسل الكرة الآن. حميد ميدو، أنس جاسم، كلود دكبة، حيدر ساري صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن، وعلي عبد الدياب أيضا، مصطفى جلال يعود لأحمد شاسب، وبعد ذلك لعلي نعمان. حبيب ملا محمد، كرة بجهة اليسار لأحمد سعيد، كرة لخارج أرضية الملعب لرمي التماس، رمي التماس الآن. أحمد سعيد مع إيهاب كاظم، كرة لفريق الطلبة، ترسل الكرة عالية وخطيرة الآن، وهنا التسديد ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. علي رشيد للمرة الثانية والكرة مرت. هنا اللاعب علي رشيد واحد من اللاعبين الشباب، كرة تمرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. الآن يعني بعد تسجيل فريق الميناء هدف التقدم، يأتي الضغط الآن من قبل فريق الطلبة لإدراك هدف التعادل. كلود نكبة يحاول من خلال هذه الكرة، ومصطفى جلال قريب أيضا اللاعب المصري، وبعد ذلك ترسل الكرة لمصلحة اللاعب حسن حمود، تعود لنايف، نايف فلاح، حسن حمود، كرة لمصلحة فريق نادي الميناء الآن لحميد ميدو، تسديد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى الآن لنادي الطلبة لحارس المرمى علي طالب. لدينا الحارس البديل ضياء جبار متواجد على دكة البدلاء. هنا نايف فلاح قائد الفريق
لحسن حمود، طلب للكرة من قبل اللاعب محمد جبار الرباط، ترسل الكرة الآن لعلي حسني وبعد ذلك تعود محمد جبار الرباط. علي حسني الآن بجهة اليمين، هجوم لمصلحة فريق الميناء والمحاولة تستمر وإرسال الكرة ولكن إلى ضربة ركنية. كثير الكرات الثابتة والكرات الركنية لفريق الميناء، تحدث عن 5 ركنيات. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن على التنفيذ حميد ميدو، اللاعب المحترف السوري الآن على تنفيذ ضربة ركنية. تلعب الكرة عالية، حارس المرمى علي طالب، علي عبد الدياب، صافرة وخطأ، خطأ، وأيضا لدينا يعني إصابة ربما لمحمد جبار الرباط مدافع فريق الميناء، لاعب الذي يشكو من إصابة. فريق الميناء خارج أرضه من خلال المباريات لهذا الموسم، تعادل أمام النجف بهدف مقابل هدف، سجل الهدف علاء الصاصي، وتعادل أمام كركوك بهدف مقابل هدف أيضا اللاعب أحمد الشرشاب ما سجل الهدف، ولكن تلقى خسار خارج أرضه أمام النفط بهدفين مقابل هدف واحد، أمام الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وأمام نفط الجنوب طبعا مباريات الميناء ونفط الجنوب على نفس الملعب، ولكن مباراة نفط الجنوب الذي الفريق الذي حقق الانتصار بأربعة أهداف في تلك المباراة، هنا محمد جبار الرباط بالسلامة لهذا اللاعب. في تلك المباراة فريق نفط الجنوب كانت تحسب المباراة لفريق نفط الجنوب. كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، تصل لمصلحة الحارس، حارس مرمى فريق الميناء كرار إبراهيم، وبعد ذلك ترسل الكرة عالية. حبيب ملا محمد يحاول بكرة بجهة اليسار ولكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب. لا رمي التماس لفريق الميناء، ولا محمد جبار الرباط. دقيقة 25 ويبقى التقدم لفريق الميناء بهدف منذ الدقيقة 11 عن طريق اللاعب حيدر ساري. بطاقة صفراء الآن للاعب علي حسني، بطاقة صفراء هي الأولى في هذه المباراة. كرة ملعوبة الآن تبعد إلى خارج أرضية الملعب، جماهير الطلبة التي تنتظر، ومن خلال هذه المرحلة هذه الجماهير الواضحة في الصورة تنتظر من خلال هذه المرحلة المرحلة الثانية أن يعود الفريق إلى تألقه وإلى أيام البطولات، وتمني النفس بأن يكون فريق الطلبة بالمراكز المتقدمة. المرحلة الأولى كانت هنالك 10 خسائر لفريق الطلبة، خلال 10 خسائر برفقة 10 خسائر لفريق الطلبة كان هنالك 4 تعادلات و3 انتصارات فقط من خلال مباريات المرحلة الأولى. أحمد شاسر، محمد علي كريم، تقدم بالكرة الآن لأحمد سعيد، لمحمد علي كريم، كرة لخارج أرضية الملعب لرمي التماس للميناء، رمي التماس الآن، كرة ملعوبة لأحمد الصادق، إبعاد للكرة فريق اللاعب عبد الله محسن. كرة إلى خارج أرضية الملعب، بداية المباراة كانت قوية جدا،
ينخفض الآن رتم المباراة. وأنس جاسم على التنفيذ. حيدر ساري يحاول الآن، كرة ملعوبة ونايف ولكن إيهاب كاظم على رشيد وأحمد سعيد. صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة لفريق الطلبة. إصابة للاعب أحمد سعيد وأيضا للاعب أحمد الصادق. السلامة للاعبي الفريقين. حكم المباراة الدولي السيد هيثم محمد علي الذي يقود هذه المباراة، قاد مباراة للميناء وقاد مباراة للطلبة. ميناء مع هذا الحكم خسر من الزوراء بهدف مقابل لا شيء، وفريق الطلبة أمام القوة الجوية خسر بهدفين مقابل هدف واحد أيضا مع هذا الحكم. عبد الوهاب أبو الهيل وأيضا الحديث مع نبيل زكي الذي أتى خلفا لنزار أشرف، تحدث عن المدربين وأيضا المدرب غازي فهد الذي أتى خلفا للمدرب عقيل هاتو. كرة فيها خطأ الآن وأحمد سعيد ربما يعني لا يستطيع إكمال المباراة. لدينا إصابة لهذا اللاعب. سلام يا أحمد سعيد. حمودي شوي من الخط حبيبي أحمد. خطأ الآن وضربة حرة مباشرة. اللعب الكرة عالية. اللعب داخل منطقة الجزاء وهنا الرأسية عن طريق علي نعمان ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا اللاعب علي نعمان مدافع فريق الطلبة، وهنا اللاعب أحمد سعيد اللاعب المصري الذي يشكو من إصابة. ذكرت بأنه ربما لا يستطيع إكمال المباراة وربما أحمد صلاح سيكون البديل القادم. أحمد صلاح ربما سيكون البديل القادم بالنسبة ليكون بديلا للاعب أحمد سعيد. علي نعمان كرة ملعوبة الآن. السلامة لأحمد سعيد بكرة مشتركة مع أيضا اللاعب أحمد الصادق وبعد ذلك تلقى الإصابة. كرة ملعوبة الآن. حيدر ساري كلود نكبة صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة لفريق نادي الميناء، فريق الذي لا يزال متفوق بهدف وصولا للدقيقة 31. حيدر ساري تصطد الكرة إلى خارج أرضية الملعب لرمي التماس. أنس جاسم الآن، محمد علي كريم، مصطفى جلال، كرة أمامي الآن، نايف فلاح، إيهاب كاظم، كرة من عبلان لأحمد الصادق. كرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا أحمد صلاح لاعب البديل يشترك الآن. أحمد صلاح اللاعب الذي سجل في مرمى كركوك وسجل أيضا في مرمى زاخو هدفين المباراة التي خسرها الفريق بثلاث أهداف مقابل هدفين، ولكن في مرمى كركوك في المباراة التي حقق فيها الانتصار فريق الطلبة في تلك المباراة في هدفين مقابل لا شيء. واحتز كيلوني وهذا اللاعب أحمد صلاح تلك المباراة سجل. تس كيلوني الآن مع فريق النفط
كرة ملعوبة الآن. حبيب مولى محمد يبعث دي الكرة. مصطفى جلال. إرسال الكرة للأمام لعلي رشيد. رمي التماس الآن لفريق الميناء. تلعب الكرة. حسن حمود. لعلي حسني حسن حمود. لعلي نعمان. والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس أخرى لفريق الميناء. جولة 18 لدوري النخبة لموسم 2012-2013. مرحلة تحدث عن المرحلة الثانية والمباراة الأولى في المرحلة الثانية. نتمنى أن تكون المرحلة الثانية مثيرة جدا وتنافس كبير ما بين الفرق. هنا إيهاب كاظم بإرسال الكرة ولكنها أيضا كانت في المكان الذي يتواجد فيه حارس المرمى الحارس كرار إبراهيم. حارس مرمى فريق الميناء. فريق الميناء مع هدف هذه المباراة. لما تحدثنا عن الأهداف التي سجلها فريق الميناء. ميناء مع هدف اللاعب حيدر ساري. وخلال هذه المباراة فريق يصل للهدف رقم 25 في الدوري. ولكن شباك الفريق أيضا استقبلت 25 هدف. بينما فريق الطلبة الفريق الذي في شباك الآن 25 هدف مع هدف هذه المباراة. كلود نكبلان داخل منطقة الجزاء. إبعاد الكرة عن طريق محمد علي كريم لأحمد صلاح. يحمل شارة القيادة الآن أحمد صلاح. كرة ترسل للأمام. حبيب ملا محمد يحاول عودة إلى الخلف في اللاعب أحمد شاسب ولكن من قبل الحارس. تمريرة كانت عن طريق علي طالب. علي النعمان الآن. علي رشيد. كرة لفريق الطلبة. تغيير لعلي عبد دياب. كرة عالية لخارج أرضية الملعب لركلة مرمى الآن. خفض كثيرا رتم المباراة. بعد الهدف كان هنالك ضغط من لاعبي فريق الطلبة في ربع ساعة الأولى. ولكن بعد ذلك ينخفض رتم المباراة. كرة ملعوبة الآن علي حسني ولكن من أمام أحمد شاسب بعد الكرة. صافرة وخطأ. حميد داميدو. كرة ملعوبة الآن. راسية اللاعب حسن حمود ولكن عادت الكرة لحبيب مولا محمد. محمد جبار الرباط. كرة لفريق الميناء. فريق الذي حصل على بطولة الدوري. كانت النسخة الرابعة للدوري العراقي. كان فريق الميناء أول الفرق الذي يحمل درع الدوري خارج بغداد. فريق من البصرة وبقيادة جميل حنون بموسم 77-78. كل يعلم الموسم الأول كان 74-75 وكان لفريق القوة الجوية. والموسم الماضي النسخة رقم 35 لفريق نادي أربيل. من قبلها كان لفريق الزوراء فريق من بغداد. ولكن من قبلها أربعة مواسم للفرق الشمالية دوك. وثلاث نسخ من قبلها كانت لفريق أربيل.
كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن. حارس المرمى كرار إبراهيم. ننتظر دقائق أفضل هنا. ثمان دقائق الوقت المتبقي للشوط الأول عدا الوقت المحتسب بدل الضائع. صافرة وخطأ. وأيضا لدينا ضربة حرة مباشرة. هنا حكم المباراة الدولي هيثم محمد علي. 30 مباراة دولية لهذا الحكم. كرة ملعوبة لأحمد صادق. حميد فيدو. حيدر ساري لحميد مرة أخرى. كرة لخارج أرضية الملعب. رمي التماس الآن. محمد علي الكريم. تلعب الكرة. إيهاب كاظم. عبد الله محسن معادلة خارج أرضية الملعب لرمي التماس. محمد علي كريم. عباس رحيمة. مصطفى جلال. كرة ملعوبة لعلي عبد الدياب. محاولات لفريق الطلبة ولكن الكرة مقطوعة الآن تعود لميدو والتمرير. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب لرمي التماس. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب لرمي التماس. هنا لاعب مقع على أرضية الملعب يشكو من الإصابة. شاهدنا إصابة للاعب فريق الطلبة لاعب أحمد سعيد. وبعد ذلك كان التغيير اضطراري للمدرب سيد. ولدينا الآن أيضا لاعب يشكو من الإصابة لفريق الميناء. تغييرات الاضطرارية بالنسبة لكل مدرب. شاهدنا أيضا دخول اللاعب أحمد صلاح كأول تغيير في المباراة. ربما سنشاهد تغيير ثاني الآن لهذه المباراة. هنا جماهير فريق الطلبة جماهير التي تنتظر هدف التعادل. مباراة تستمر بهدف مقابل لا شيء. نصل الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول. هدف منذ الدقيقة 11 عن طريق اللاعب حيدر ساري لفريق الميناء. محمد علي كريم لأحمد صلاح والضربة الرأسية ولكن بأحضان الحارس كرار إبراهيم. أحمد صلاح يمتاز في الكرات العالية أيضا وكرة تصل لحارس المرمى. كرة ملعوبة الآن تصل لحيدر ساري. كرة أمامية لعلي حسني والحارس علي طالب. كرة أمامية تترك من قبل عبد الله محسن لحارس المرمى كرار إبراهيم. ربما لا يستطيع إكمال المباراة أيضا محمد جبار الرباط. وربما سنشاهد لاعب بديل لفريق الميناء. صافر الآن. محمد علي كريم تلعب الكرة ولكنها مقطوعة الآن. تغيير الآن جاسم فيصل يشترك كبديل لمحمد جبار الرباط. تغيير اضطراري للمدرب السيد غازي فهد.
كما ذكرت المدرب بمباراة ثالثة لهذا المدرب. هنا اللاعب عبد الله محسن، مباراتين للمدرب غازي فهد ساره من الزوراء ومن بغداد، اليوم المباراة الثالثة ولكنه لغاية الآن متفوق بهدف مقابل لا شيء. حبيب ملا محمد الآن تمرير الكرة، قطع للكرة عادت للاعب علي دياب، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. حارس المرمى كرار إبراهيم، أتمنى أن يكون الشوط الثاني أكثر إثارة ما بين الفريقين. كرة ملعوبة الآن صافرة وخطأ لفريق الميناء في وسط الملعب. نايف فلاح، كرة ملعوبة الآن، ميدو من أمام الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب لرمية التماس. رمية التماس لفريق الميناء، فريق الذي يحاول بقاء هذه النتيجة والخروج من الشوط الأول متقدما بهذا الهدف. علي رشيد، أحمد صلاح لعلي، ولكن الكرة لخارج أرضية الملعب لرمية التماس. رمية التماس أنس جاسم على التنفيذ الآن في اللعب، الكرة أحمد صادق، عبد الله محسن، كرة أمامية الآن إيهاب كاظم، عباس رحيمة، كرة لمصلحة فريق الطلبة ورمية التماس. رمية التماس الآن لفريق الميناء، ننتظر أيضا الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط، الشوط الأول. مصطفى جلال، دقيقتان الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط. علي نعمان، أحمد شاس، عباس رحيمة، علي عبد دياب، عباس رحيمة مرة أخرى لعلي نعمان، تمرير الآن مصطفى جلال، كرة تعود لكلود نكبة لاعب الفرنسي مع فريق الميناء، 4 أهداف لهذا اللاعب. كرة داخل منطقة الجزاء وبعد ذلك السقوط، وربما يعاني من إصابة الآن، يشكو من إصابة الآن، بالسلامة لهذا اللاعب، لاعب فريق الميناء. بكرة مشتركة مع اللاعب علي نعمان. هل سنشاهد تغييرات ما بين الشوطين؟ لدينا أسماء على دكة البدلاء بالنسبة لكلا الفريقين، لدينا ضياء جبار، علي خضير، حسين علي وحيد، نوزاد عبد الحميد، عقيل عباس، حسين عبد الله، حكمة رزيج، وأحمد فتحي بوجي اللاعب المصري. بالمقابل لفريق الميناء لدينا سلام مطلب وسلام محسن وأيضا حمزة عدنان، فيصل كاظم، أحمد محسن، وأيضا حسين عبد الواحد، ولدينا نواف فلاح وناصر طلع أيضا متواجد على دكة البدلاء. هداف الفريق ب6 أهداف والحاضر من خلال هذه المباراة نواف فلاح لديه هدفين. السلام لهذا اللاعب كلود نكبة صاحب 4 أهداف.
رمي التماس الآن. علي نعمان. ترسل الكرة للأمام أحمد صلاح. إبعاد عن طريق اللاعب أنس جاسم. أحمد جاسم للحارس علي طالب. أحمد جاسم. صافرة وخطأ. عباس الرحيمة. محمد علي كريم. عباس الرحيمة لمحمد علي كريم. كرة لفريق الطلبة. حبيب ملا محمد. إيهاب كاظم. كرة خطيرة الآن ولكن حارس المرمى. برافو على الكرة الماضية. ومع هذه الكرة إذا أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة الدوري السيد هيثم محمد علي لتنهي أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الميناء بهدف مقابل لا شيء لفريق الطلبة. حتى ألتقيكم في الشوط الثاني. لذلك الحين إلى اللقاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، وتعرض بمعروفك فجدت علي، يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحبك لديك، فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين.